السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، العنوان مهم راح يكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم، كونه متواصل او متصل مباشره مع المواطن، ان كان في جميع الوزارات، الناشطات التلفزيونيه. هذا واجب الشخصية اليوم راح تكون ضيف عندنا في حلقة برنامج بخدمتكم. حلقتنا مثل ما رفعت شعار الحكومة، حكومة الخدمات. حكومة الخدمات أين وصلت؟ دائما يمكن أكو إعلام مغرض، أكو إعلام مؤيد، فممكن المواطن يبقى في تيه كبير. يعني احنا من دورنا كاعلام او سلطه رابعه محايده تنقل وجهات النظر الاثنين، كانت حكوميه وكانت المواطن المستفيد، تعمل على اظهار هذه الاعمال، وبالتالي بالمقابل اظهار بعض السلبيات، بعض المشاكل، بعض الاستفسارات اللي ممكن من خلال هذه الدوائر ان تنجز الاعمال. اليوم حلقتنا باسم مثل ما نوهتكم من البداية، هو حكومة الخدمات اللي وصلت. وضيف حلقتنا اليوم الأستاذ حيدر مجيد، المتحدث باسم الإعلام الحكومي. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر. حياك الله. شرفتنا. حياك الله. لنا شرف. الله يسلمك. طبعا هاي المرة الثانية نلتقي سوية. نعم. في حلقة كانت فعلا ناضجة وحلقة مهمة استفاد منها المواطن، على اقل تقدير احنا حسب معرفتنا بحجم الاعمال اللي تقدموها للمواطن. استاذ حيدر، خلينا نتحدث عن اهم معضله. يمكن انا وياك نتراجع، انت دائرتك عندك معامله ابنائك، معاملتك الخاصه، صاحب ممكن بالمنصب راح يكون تعاون بين المدراء، تعاون ينجزون معاملات، بس بشكل عام انت همتك ممكن تتراجع قبل ان تاخذ هذا المكان. تشوف هذا الروتين الجاف، تروح معامله صحة الصدور طول لك فد 15 يوم، ولازم أقول يودي مندوب او شيء يسموه انتم يعني معتمد لازم تعطي بخشيش حتى تاكسي يروح ويجي. هذا واقع ترى. نعم. موجود بكل الوزارات. ما كويس احنا ما نتحدث عن المدينه الفاضله مثل ما قال افلاطون. يعني يمكن نجي نشوف، طبعا كل الحكومات تقول سوف وسوف وسوف، حتى خلينا نعيش الواقع. يمتى نجي نشوف حكومه حقيقيه تعمل بالحكومه الحوكمه؟ يعني كلها انترنت، بعد ما احتاج صحه الصدور، انا اراجع في بالجوازات من خلال الانترنت، ادز معلوماتي، اروح استلم بس الجواز او على بصمه الوجه او الاصابع. خلينا ندخل بهذا بجديه. يمتى نشوف حكومه الكتروني؟ تحية لحضرتك ولسيدات والسادة مشاهدي الأيام الفضائية، وشكر جزيل وامتنان صراحة. شقد ما نقدم من كلام شكر وعرفان لإدارة وملاكات قناة الأيام الفضائية على دعمها للخدمات بعيدا عن الحكومات، ودعمها للمواطن العراقي في سبيل أنه شلون نوصل للخدمات. شكر وتقدير لهذه القناة اللي متواصلة، يعني متواصل وياها من سنة 2019، وهي على نفس هذا الخط وعلى نفس هذا الحس والنفس الوطني. الله يحفظكم، هذا واجبنا وشرف كبير. يعني شكرا لكم. بالنسبة لموضوع الحكومة الإلكترونية، احنا الحكومة الحالية وضعت ضمن أولوياتها ملفات عديدة، أكثر هذه الملفات هي في تماس مباشر مع المواطن العراقي الكريم، وبدأت تعمل بخطوات نحو تنفيذ هذه الملفات. ملف الحوكمة الإلكترونية ملف مهم جدا. العراق تأخر كثيرا في هذا الملف. هنالك دول أقل شأنا من العراق وصلت إلى مراحل متقدمة. يعني إذا احنا نسافر أو أصدقائنا وأقاربنا يسافرون ويحجوننا، وأيضا شاهدنا على أرض الواقع كيفية عمل الحكومة الإلكترونية في عدد من هذه الدول، والآن نطمح ونسعى إلى أن نتقدم في هذا الملف. باشرنا بالخطوات الأولى وصولا إلى التحول الرقمي الشامل. هذا العنوان كبير جدا. احنا نحتاج
إلى وقت ونحتاج إلى جهد وتكاتف كل مؤسساتنا الحكومية، ونحتاج إلى تخصيصات مالية كي ندعم هذا المشروع وصولا إلى التحول الرقمي الشامل. لكن لغاية الآن حققنا مراحل متقدمة وخطوات، رغم طبعا بإمكانيات وطنية 100% دون تدخل من جهات خارج العراق، لكن نسعى أيضا للتعاقد مع شركات عالمية رصينة لغرض تطوير هذا البرنامج، لأنه نحن نحتاجهم بالضرورة. ابتداء الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملت على موضوع الحوكمة الإلكترونية والأتمتة. أول جهة رسمية بالعراق باشرت بموضوع أتمتة البريد داخل المؤسسة هي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبريد لغاية الآن تم الاستغناء عن البريد الورقي بنسبة 99%. فقط بعض الأمور السرية العاجلة هي تستخدم للورقية، لكن كل البريد الآن هو إلكتروني. والمرحلة الأولى من برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني تم ربطه مع الوزارات، والآن يتم تداول البريد فيما بين الأمانة العامة وجميع الوزارات إلكترونيا. هذا وفر وقت وجهد، وهنالك بعض المراسلات والمخاطبات تحتاج إلى سرعة. أنا أتحدث لك في حال أنه هنالك قرار لمجلس الوزراء أو أي إعمام أو أي توجيه يخص محافظة البصرة، يخص محافظة ميسان، يخص الأنبار، هذه المحافظات البريد التقليدي كان يروح باليد ويأخذ ليوم يومين أو ثلاثة، ممكن هذا البريد يضيع، ممكن يتعرض إلى تلاعب أو تزوير. بالتأكيد هذه كانت تحصل، لكن الآن يصل بسرعة. عندنا مرحلتين ثانية وثالثة هي ربط الأمانة العامة بالجهات غير مرتبطة بوزارة، ومن ثم التحول إلى المحافظات لتكتمل كامل المنظومة الحكومية. المرحلة الثانية صار حين نتحدث عن ربط الأمانة العامة بالوزارات، يعني تنفذت بنسبة عالية. نفذت لغاية الآن بحدود أكثر من 100,000 وثيقة تم تداولها ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات إلكترونيا، والعمل الآن مستمر. يعني نتحدث لك عن قرار مجلس الوزراء عندما يصدر اليوم ويتوقع يصل إلى الوزارة بنفس اللحظة. يصل إلى، ليس فقط إلى الوزارة، إلى أي جهة معنية بهذا القرار بتنفيذه، وزارة أو هيئة أو محافظة أو مديرية. طبعا هذه راح توصلها. نتحدث هذا المواطن راح يقول لك أنا شعلية، أنت راح تدز بريد بيناتكم، أنتوا تدزون قراراتكم وما لي علاقة أنا، هذا شغل إلكم. نجي على المرحلة الأخرى اللي تهم المواطن. تم إنشاء دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي افتتحها السيد رئيس مجلس الوزراء، وهنالك بوابة أور الإلكترونية لخدمات الحكومية الإلكترونية. لغاية الآن بوابة بسيطة جدا باستطاعة أي مواطن يدخل عليها، بوابة أور الإلكترونية راح يصير تسجيل، راح تخلي رقم هاتفك، راح يجيك SMS ينطيك رمز التفعيل حتى يثبت أنه هذه شخصيتك، ومن ثم يستطيع أي مواطن التمتع بالخدمات الموجودة. لغاية الآن أكثر من 360 خدمة إلكترونية. طبقت. لا طبقت. الآن أكثر من 3 مليون مشترك في هذه البوابة. دخول إلى البوابة، ومن ثم تختار الوزارة وتختار الجهات التابعة لها والخدمات اللي تقدمها وصولا إلى المديريات والأقسام. هذا موضوع مهم بصراحة. مهم جدا. يعني أنا أدخل على كل وزارة، لو هو بس دخلت أور دخلت على كل الوزارات، أنت راح تدخل على البوابة الرئيسية، بوابة أور الإلكترونية، راح تطلع لك الواجهة قطاعات ووزارات. جيد. مثلا أدخل على وزارة الصحة، راح تطلع لي كل الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة، ممكن 20 أو 30 خدمة، من ضمنها قانون الضمان الصحي مؤخرا. نعم. أيضا موضوع الاستعلامات الإلكترونية، عندما أدخل على وزارة الداخلية راح أشاهد مثلا استمارة ملء الخاصة بتسجيل السلاح للمواطنين اللي أطلقت مؤخرا. أيضا موضوع الجوازات، موضوع البطاقة الموحدة. عندما أروح إلى وزارة النفط مثلا راح ألقى القطاعات مالتها، عندما أروح إلى وزارة التجارة راح ألقى دائرة تسجيل الشركات، راح ألقى قضايا عديدة. مثلا تقدر الآن تحول الملكية الخاصة بمثلا ورقة المي والكهرباء، أنت راح تشتري عقار وتريد تحول ورقة الكهرباء باسمك، يعني أنت صاحب العقار الجديد. لا 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 لا، تملي استمارة وينفذ كامل، تنجز معاملتك وأنت في بيتك وأنت في السيارة بالنقال.
الى ان توصل الى مراحل اخيره فقط يحتاج انه حضورك الى توقع او تستلم، ومرات ما تحتاج توصل، خلاص هي المعامله تنجز وتجيك بالبريد. الان اكو فكره اخرى، التوقيع الالكتروني يتوقع وانت بالبيت. هذا البرنامج هو فكره وزاره الاتصالات، والان يعني بالتنسيق معها مع مركز البيانات الوطني نعمل الآن، تعمل الدائرة على تطوير هذا البرنامج وإطلاقه، ومن المقرر أن يتم تجربته ابتداء في دائرة تسجيل الشركات ومن ثم يعمم إلى بقية المؤسسات. نرجع، حضرتك ذكرت صحة الصدور، يعني قلت تتأخر أسبوع أو 15 يوم، أسبوع أو 15 يوم هذا المواطن محظوظ، نحشيها بكل صراحة، أشهر مع ابتزاز. احنا ما نقول كل المؤسسات وكل الموظفين، بس هذا معلوم يعني. معلوم موجود في كل مؤسسة، ممكن واحد او اثنين يسيئون الى هذه المؤسسة، يبتز المواطن، ممكن يبتز ماليا، يأخر المعاملة الا مقابل، وكل ما يأخر معاملة يأخر صغير مقابل ثمن بالتأكيد. صحيح. ممكن المعتمد يقول لك تعال أجر لي تاكسي، تعال غديني، تعال ودي لي. ايه. ممكن تضيع المعاملة. صحيح. وإذا وديتها يمكن همين يشكك بها الجهة الأخرى، وهي تأخذ لها سنوات، وهي تأخذ لها أشهر، توصل إلى سنة والمواطن معاملته متأخرة، والله صحة الصدور ما جاية. كانت رؤية مركز البيانات الوطني أنه نخفف العبء على المواطن ونحول هذا الموضوع إلى إلكتروني. من تحول الى الكتروني بالتاكيد هذا راح يكون مضمون 100%، والموضوع ما يستغرق دقائق. لغايه الان 83 جهه ما بين وزاره وهيئه ومحافظه ومؤسسه مشتركه بهذا النظام، وتم اصدار اكثر من 5 مليون استماره كتاب صحه صدور الكترونيا. نشرح الفكره شلون. اليوم حضرتك عندك معاملة في وزارة التربية، كتاب تريد توديه إلى وزارة الصحة. سابقا كانت وزارة الصحة تقول لك روح جيب لي صحة الصدور، وهنا راح تدخل في دوامات. الآن تأخذ كتابك من وزارة التربية وينطوك ورقة عليها باركود، أو ينطوك إياه بالموبايل، تأخذ الكتاب تروح لوزارة الصحة إلى الموظف المعني، سلام عليكم السلام، هذا الكتاب، وتراوي الباركود، راح يخلي موبايله على الباركود، راح تطلع على صحة صدور هاي الوثيقة. خلاص بعد لا تجيب لي صحة صدور، هذه مضبوطة. هذه الآن أكثر من 5 مليون وثيقة صدرت، إضافة إلى بقية الخدمات الإلكترونية اللي تقدم إلى المواطنين عبر بوابة أور الإلكترونية. يوميا هنالك برنامج جديد، يوميا هنالك نظام جديد بالتعاون مع كل المؤسسات. طبعا هذا هو يعني احنا ما نقول الفضل فقط لدائرة مركز البيانات الوطني، لكن هذا تعاون مع كل الوزارات والمؤسسات. كل برنامج يطلق يحتاج الى اجتماعات ومناقشات وتنظيم وترتيب حتى يطلق هذا البرنامج. هذا كل عمل عراقي لو شركات اجنبية؟ كل عمل عراقي 100%. طبعا قبل ان يطلق اي نظام يتم تدريب الموظفين في هذه الوزارة على هذا النظام، هنالك ورش عمل يشرف عليها مركز البيانات، تشرف عليها دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدربون هذا الكادر على استخدام هذا. إضافة إلى هنالك خدمة إرشادية هو الاتصال على الهاتف المجاني 5599 من 8 صباحا، من 9 صباحا حتى الساعة 12 مساء. هاي الخدمة خدمة مجانية. ايش قد الرقم؟ 5599 55. الخدمة الإرشادية لبوابة أور الإلكترونية، بإمكان المواطن من 9 صباحا حتى 12 بالليل يتصل ويستفسر إذا واجهته أي مشكلة في عملية التسجيل أو خلل هذا التليفون مجاني، أو في حال واحد من الموظفين حاول أن يأخر معاملة للمواطن أيضا يتصل على هذا الرقم بالتواصل مع الخدمة الإرشادية، راح يتواصل وياك يعني رد عالي وإرشادات بالضبط كما شلون نتصل على شركات الهاتف النقال ويوصلك إلى أن تتكلم مع الموظف المختص. شكرا على التوضيح، ما شاء الله عليك وضحت لنا كل المشكلة المختصر بأقل من 15 دقيقة. نعم. موضوع مهم يحتاج إلى حلقات بصراحة، لكن تعرفون إحنا بالتزمين بوقت معين. نعم. برنامجنا. واي شفنا واي سمعنا عن مداخل بغداد، طبعا تعرف واجهة، وثانيا عقلت الناس تشوف الزخم الكبير بداية الدوام ونهاية الدوام كان في مدخل بغداد خاصة الشمالي، التاجي ما تاجي.
ودياله الى بغداد وهي مرتبطه بالشمال. انت تشوف بوابات بغداد يعني المداخل بغداد اللي شملت بالتطوير هي 5، طبعا هي ضمن موضوع فك الاختناقات المرورية. هم ضمن منهاج حكومة تقدمون؟ بالتأكيد هو من ضمن البرنامج الحكومي. عندنا مداخل بغداد واسط وبغداد ديالة وبغداد نينوى وبغداد أنبار وبغداد بابل. عندنا مشكلة في اللي صارت مشكلة بسبب المشاكل الفنية والتعرضات اللي في مدخل بغداد نينوى، لكن لله الحمد كان هنالك زيارتين لسيد رئيس مجلس الوزراء، واحدة منهن الليلية، كان هنالك بعض التعرضات والمعوقات اللي تحتاج إلى تدخل حكومي من جهة عليا، كان هنالك بعض القرارات والتوصيات اللي وصلت، لكن لغاية الآن الحمد لله الزحام أخف. نسبة أتحدث لك عن نسب، هو هذا المشروع لرب العمل محافظة بغداد، لكن أتحدث لك عن المداخل اللي على الحكومة، وزارة الإعمار والإسكان، دارة الطرق والجسور، هي مدخلي بغداد واسط وبغداد ديالة. الآن النسبة تجاوزت 90%. العمل مستمر. المداخل إيش تتضمن؟ تأهيل المداخل من بداية مركز المحافظة المجاورة إلى بغداد وصولاً إلى مدخل العاصمة، يعني يتجاوز من 20 إلى 35 كيلومتر. راح تصير توسعة بأربع خطوط، أربعة ممرات ذهاباً وإياباً، إضافة إلى الممرات الخدمية، جزرات وسطية راح تربطها، ممكن تصير مساحات خضراء، إنارة، تأثيث كامل بحسب المواصفات الدولية، تخطيط وإنارة وتسييج، إضافة إلى مجسرات لعبور المشاة ومجسرات للاستدارات العجلات. بعد ماكو استدارات وسطية، هذه أيضا تعرف أنت طريق خارجي، صحيح، ممكن وصارت قدنا أرواح، هذه أيضا راح تأمن. الآن ديالة وواسط تجاوزت 90%، والعمل مستمر لغاية الآن. هذه راح تنطي جمالية للمدخل للعاصمة بغداد، بعد أن كانت مداخل بصراحه كفى لها. نعم اي فعلا. جيد استاذ حيدر، يعني احنا شايفين يصير عمار ويصير تبليط، لكن بعد فتره نشوف هاي التخسفات اللي تصير. طبعا السبب احنا نعرفه وكل المختصين يعرفوه اكثر، ودائما ما ننكد عليه، سبب الاحمال الثقيله والوزن الزائد بالنسبه للشاحنات، التريلات اللي تعبر مباشره، فاكيد يعني حمل اكبر. هل هناك دراسة حقيقية من عملوا على المنافذ مداخل بغداد؟ أن يعني يشوفوا الأحمال، أكو ميزان حقيقي، مراجع حقيقي للزيادة؟ شلون يعني بلشتوا بالعمل وتميتوا بهذا الموضع أو لا؟ لغرض الحفاظ على الطرق أكو شقين. الشق الأول هو هنالك فكرة لوجود ساحات تبادل تجاري في كل مدخل من هذه المداخل الخمسة. نعم موجود. المفروض راح تصير الشاحنات الكبيرة راح تكون تنتظر في هذا المدخل، وتفرغ الحمولة إلى شاحنات صغيرة، حتى أيضا راح تخفف من الزخم وتحافظ على سلامة الطرق وعدم تخسفها. وكذلك يعني إحنا نعرف الآن الشاحنات حمولتها 25 إلى 35 طن، تشوف يشيل 50 و60 أيضا. فهم. راح تكون هنالك موازين جسرية في كل مدخل لحساب الوزن ومحاسبة كل من يخالف هذا. هاي موجودة بالتخطيط؟ هذه المفروض موجودة بالتخطيط. أيضا الرؤية الحكومية كانت هو كيفية اختيار الشركات. اولا ان تكون شركه رصينه، سواء كانت محليه او عربيه او عالميه. منافذ كل العراقيات المداخل إيه؟ لا مشترك ما بين وزاره الاعمار وما بين شركات عربيه. حتى مشاريع فك الاختناقات هنالك مشاريع عراقيه بحته، وهنالك مشاريع لشركات أجنبية. عربيه واجنبيه. صحيح. الرؤيه الحكوميه كان انه اولا نختار الشركه ان تكون رصينه، تطلع الجهه القطاعيه على أعمالها المماثلة سواء كان داخل أو خارج العراق، وأيضا المهم أنه شنو إمكانياتها المادية. اللي صار بسبب التلكؤات أنه تجي شركة هي غير رصينة وإمكانياتها المادية ضعيفة، فتح اعتماد بأقل أموال، عملية فساد وعملية تطين السلفة ويدير وجهه ويروح. لا، إحنا الآن
نبحث عن شركة تصرف حتى تأخذ فلوسها من الحكومة، مو نريد شركة تجي تأخذ فلوس من الحكومة حتى تشتغل. هذا الفرق. يعني من تجيني شركة إمكانياتها المادية كبيرة راح تشتغل وتصرف حتى وأن تأخرت السلفة هسه لأسباب مالية لأسباب فنية، عدة إمكانية هذه الشركة أو المقاول أنه يصرف لحد ما تجي فلوسه، غير ما أنه أنا المقاول برأس الشهر يوقف الشغل، تأخرت عليه السلفة راح يوقف الشغل ويعرقل، وراح يصير تلك وراح يصير تهالك وراح يصير اندثارات لأنه ما عنده فلوس. هاي الفكرة اللي نجحت هاي المشاريع، وعندنا مشروعين من فك الاختراقات المرورية وفتحت قبل المدة المقررة أو بنصفها بسبب أنه اختيار الشركات الرصينة واللي تعمل. بالمناسبة الشركة اللي تشتغل وتقدم لي وتنجز لي قبل الفترة المقررة هذه راح أخليها بنظر الاعتبار أنه في حال أكو مشاريع أخرى راح أسلمها، لأنه هذا يكون دافع. بالضبط، هذا دافع. أحسنتم. جيد، بس نرجع لرئاسة الوزراء بشكل عام. واي ناس يقول كان ما أروح الوزارة، أريد أقدم شكوتي لمكتب رئيس الوزراء. هسه أنا كمواطن أريد راح أقدم شكوى إلى مكتب رئيس الوزراء، إلى وزارة الداخلية، شوف طرقت أبواب يمكن لقيت حاشا يعني خب الخلية قلبت، بعض الفاسدين منعوني من الباب أنا أدخل، أنا أوصل شكوى إلى الوزير المعني. نعم، أكو فت سبيل معين أوصل إلى مكتب رئيس الوزراء أو من خلال إلى مجموعة الوزارات؟ هنالك في كل وزارة قسم لشؤون المواطنين، في كل وزارة ومحافظة وهي قسم لشؤون المواطنين، هذا مرتبط بالرئيس الأعلى. دائرة التنسيق الحكومة شكل المواطن بالأمانة العامة. بالضبط، أيضا موقع حكومة المواطن الإلكترونية، هذا موقع إلكتروني. والآن الحكومة الحالية أسست فريق التواصل الإلكتروني، هذا متواصل مع كل الجهات الرسمية ويستقبل الشكاوى، إضافة إلى هنالك مواقع إلكترونية تستقبل الشكاوى من المواطنين. مثلا احنا نتحدث عن صفحة واحد حكومة في الفيسبوك وفي الواتساب. يعني هذا مشروع، هذا واحد حكومة، يعني هاي مواقع وهمية؟ لا 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 لا، مواقع رسمية. واحد حكومة، واحد حكومة، هذا صفحات على الواتساب وعلى التليجرام وعلى الفيسبوك تستقبل الشكاوى من المواطنين. زين، في هذا الجروب اغلب المسؤولين او كل المسؤولين او ممثليهم مشتركين موجودين في داخل هذه الجروبات، اللي هم ما مدراء اعلام او مسؤولي اقسام شؤون المواطنين، وحتى وجود مدراء عامين وحتى بعض السادة الوزراء، ويتابعون اول باول كل شكوى تنشر وتتابع. هذا الموضوع يشرف عليه مكتب التواصل الإلكتروني في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أقسام شؤون المواطنين. وأيضا هنالك فريق رصد متكامل في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء لوسائل الإعلام، رصد كل الشكاوى اللي ترد عبر أي وسيلة إعلام، ومن ثم تحال إلى الجهة المعنية لغرض إنجازها، وتطالب الجهة المعنية بتقديم تقرير أسبوعي بإنجاز المعاملات الخاصة للمواطنين. هاي توصل مشاكل أنجزوا بها معاملات ناس، وأنا كمواطن حتى أعرف محترم وجل، أنا أدي أعرف مصداقيتكم، لكن أنا كمواطن أريد أعرف مصداقيتكم. أنا من دزيت المشكلة، يعني تواصلون وياي أنا كمواطن، جيبوا لي إجابة، ترسل مشكلتك مع رقم تليفون راح يتواصل معك أبو الجهة المعنية، وراح ينجز وراح يأخذ الصور وينشرها ويقول تم الإنجاز. صاحب الطلب، صاحب الطلب أو جهة. الجهة المعنية مطالبة أنه تنشر صور. أحسنت. ومطالبة أنه تقدم تقرير، أنا اليوم الوزارة الفلانية أنطيتك 10 شكاوى هذا الأسبوع، شنو اللي سويتي؟ لازم يوم الخميس يجيني تقرير مفصل عن كل الطلبات والشكاوى، أنجزت أم هي قيد الإنجاز أم لم تنجز، وما هو سبب عدم إنجازها. طبعا هي بالتأكيد يعني معاملات ذات الوجه القانوني، يعني بالتأكيد هنالك يعني طبعا أكو معاملات أو شكاوى ترفض بسبب عدم قانونيتها. بالتأكيد، لكن أغلب المواطنين الآن يبحثون عن توفير خدمات. صح. توفير خدمات، انقطاع أو مشكلة في كهرباء، في المياه، في الكهرباء، تخسفات، هاي اللي توصل، إضافة إلى بقية الأمور الأخرى، تأخر معاملات أو غيرها، تحال إلى الجهة المعنية لمتابعتها وتقديم تقرير مفصل بها. أحسنتم، جزاكم الله خير.
وبالتأكيد هذا جهد وجهد كبير. نعم فريق كامل. فريق متكامل مع تعاون وزارات. أكيد طبعا. ومدراء إعلام كلها تتبدل يعني أعتقد ماكو مشكلة تصبح معضلة. لا لا. أي أعتقد تكون تعاون مهم تكاملية. جيد استاذ حيدر إحنا راح نخلص السنة الدراسية بصراحة وبدأت امتحانات الطلاب. أتمنى إن شاء الله كل طلابنا النجاح والتوفيق. لكن السنة القادمة عندكم مساحة وقت كافية جدا أن تظهرون الوجه الحقيقي لحكومة الخدمات. وهذا بدي أسمع منك يعني شو حققتوا يعني السنة الجاية هم نشوف دوام ثلاثي يعني أخي والله العظيم طلبتنا ما قام تستوعب الدروس نضطر أبنائنا حولهم إلى مدارس أهلية. فوق كل المدارس الأهلية ندرسهم دروس خصوصية يعني حتى الطالب يعني نوصل إلى مستوى إحنا هذا تعبنا وكذا حتى توصل ابنك إلى مستوى معين من الدراسة. هذا بالتالي مخرجاته للدولة وللحكومة وهكذا. سوت وزارة التربية شوف مدارس إن شاء الله العام الدراسي المقبل راح يشهد انخفاض كبير إلى حد ما بمسألة الدوامين المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية والطنية. أنا ما أقول راح ينتهي 100% لكن إلى حد كبير. حلوة الواقعية. حلوة حتى ما تكون لأن الآن أنا أمام الجمهور أتحدث. أي صحيح. السنة القادمة هذا حديثي راح أسأل به أسأل به. أنت قلت راح ينتهي الآن ما انتهى راح ينتهي إلى حد كبير. العراق بحاجة إلى ما يقارب يعني 8 إلى 10 آلاف مدرسة الآن حتى ننهي ظاهرة كل العراق. كل العراق بكل العراق. لكن هنالك 3 مشاريع تسير على خط واحد. المشروع الأول هو مشروع الأبنية المدرسية النموذجية اللي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو أول مشروع يتم تنفيذه عبر الاتفاق الإطاري بين العراق والصين وهو أول مشروع من نوعه في العراق. من ناحية المساحات من ناحية التصاميم من ناحية مواد البناء نموذجية بكل ما يطلق عليه من تسمية من نموذجي. عفوا تم افتتاح اعتقد بعض المدارس. اول مدرسة في العراق افتتحها السيد رئيس مجلس الوزراء في مدينة الناصرية يوم 8/1/2024 وهي اول منجز لحكومة الخدمات لعام الخدمات او عام الانجازات. كانت هي هذه المدرسة وبعدها كان هنالك افتتاح عدد من المشاريع. هذا المشروع يعني احنا في واحدة من المحافظات مدير التربية قالاني هذه المدرسة أريد أسويها معها فنون جميلة. في محافظة أخرى قالوا هذه مو مدرسة هذه مول. تصاميم هي 4 وضعها المركز الوطني للاستشارات الهندسية بأيادي عراقية بتنفيذ صيني. التنفيذ صيني طبعا بمشاركة أيادي عاملة عراقية. تفاصيل المدرسة هي لأول مرة عندنا بالعراق راح نشوف مدرسة أكو غرفة ومكان مبيت خاص للحارس وحمامة ومجامع الصحية ومطبخة ومكيف. راح نشوف حمام خاص بذوي الهمم. راح نشوف حمامات خاصة ونموذجية للطلبة وللإدارة والكادر التعليمي. راح نشوف غرفة بها مكتبة، غرفة خاصة بالأدوات المختبرية ومجهزة، غرفة خاصة بالدراسة الإلكترونية. مع التجهيز؟ لو تجهيز مع التجهيز 100% تسليم مفتاح. راح نشوف مدرسة بها منظومة انترنت، راح نشوف مدرسة بها سيستم صوت كامل، راح نشوف مدرسة بها منظومة تحلية وتصفية المياه، منظومة مكافحة الحرائق، محولة خاصة للكهرباء بكل مدرسة، نموذجية. بورد خاص، مدرسة نموذجية، مساحات خضراء أمامية وخلفية، إضافة إلى التفاصيل أخرى، الصفوف الزجاج مالها راح يكون يعني عازل للحرارة والبرودة. جميل. والصوت كل صف راح يكون مكيف تكييف مركزي حار وبارد. هذه الأجواء راح تساعد الطالب وتساعد الكادر التعليمي على أنه نطلع جيل، لأنه أنت راح تشوف هيك مدرسة عندك بالعراق. هذه المدارس هي مجموعها ألف موزعة على المحافظات بحسب الكثافة السكانية بحسب الدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية. لكن نوجه رسالة إلى مديريات التربية إلى إدارات المدارس وإلى أولياء الأمور
الاعتناء بهذه المدرسة أسبوع، يعني أسبوع هواية، يمكن يوم واحد دوام. احنا نتعامل مع تلاميذ صح صغار، أطفال صغار، يراقبهم متابعة. هذه المدرسة أسبوع، إذا ماكو متابعة وإدامة وصيانة راح تنتهي وتتهالك. هو السؤال نفسه، هذه 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 المفروض يعني مديريات التربية المحافظات تضع حد لظاهرة العبث. صح. وأيضا تكليف أشخاص لصيانة. طبعا هي أكو صيانة لمدة سنة ما بعد، هو هذا قصدي. نعم. أكو صيانة ما بعد العمل، الشركة الصينية تتعهد بالصيانة لمدة سنة، لكن أنا ما أجي أفلش حتى أجيب الشركة بالتأكيد تسوي لي صيانة. هاي تبقى إدارة مدرسة الحيدر. نعم بالتأكيد. يعني صح الطفل ما يعني ما يلزم حرك، وهذا طبيعة الطفولة يعني، لكن أكون مدرس هو المشرف أو المشرفة على الطلاب، هي من تابع. أكيد طبعا، وإحنا بال 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 بكل مدرسة راح تكون غرفة خاصة للمرشد التربوي. أحسن. والغرفة راح تكون قريبة على الطلاب مو بعيدة عنهم. جيد، يعني إحنا راح نشوف مثلا أنت تقول 10,000 ألف مدرسة. ألف مدرسة إن شاء الله خلال تشرين الثاني المقبل ينجزن ويسلمن إلى التربية. الآن إحنا في مرحلة لغاية الآن بحدود 200 مدرسة أنجزت في بغداد والمحافظات، ويتم تسليمهن. طبعا أكو لجنة مشتركة لاستلام المدرسة ما بين الأمانة العامة ووزارة الإعمار والإسكان والتربية والمهندس المقيم والمحافظة، كشف على المدرسة في حال وجود أي خلل ترجع مرجوعة للشركة يصلحون الخلل. احنا نتحدث عن مدرسة نموذجية متكاملة. الآن موضوع الأثاث كان توجيه اللجنة العليا لبناء المدارس بدعوة الشركات القطاع الخاص والعام لتقديم عروضهم لتأثيث هذه المدارس. ممتاز. بالتأكيد راح يكون اختيار الأنسب. يعني هسه أنتم تحت العمل كم مدرسة موجودة؟ بس الألف؟ ألف الآن قيد الإنجاز بحدود 200 أنجزت بالكامل. المرحلة الثانية راح تكون 3,000، والمرحلة الثالثة راح تكون 4,000. هذا القرار راح يكون للجنة العليا لبناء المدارس اللي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عمل وزارة التربية. هنالك مشروع الوزارة المتلكي رقم 1، لغاية الآن أنجز من عنده بحدود 420 مدرسة. كان هنالك ب 19 مشكلة قانونية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلت هذه المشاكل، وإضافة إلى بقية المشاريع تنمية الأقاليم. وأيضا التربية عملت على ترميم بحدود 400 مدرسة خلال السنة الماضية، وأيضا عندها مشاريع مستقبلية أخرى. هنالك نية للتعاقد مع الصندوق العراقي للتنمية ومع الهيئة الوطنية للاستثمار لبناء 2000 مدرسة، 1000 على الصندوق و1000 على هيئة الاستثمار، الآن في طور مباحثات لغرض المضي بها. أحسنتم أستاذ حيدر. يعني عفواً، أكثر المحافظات تضرراً يعني أهملت بصراحة على كل الحكومات اللي تعاقبت، بس أنا ما نزكي حكومة دون أخرى، محافظات الوسط والجنوب. نعم. يعني أغلبية المحافظات ما كان بيها ذاك الإرهاب، انفجار كذا. شوف هسه قلنا للاسف نقيم انفجار واحد او اثنين. نعم. هذا مو ارهاب يعتبر على العموم، لكن اهون من بعض المحافظات اللي خاصه العاصمه بغداد. لكن الله انعم علينا بهذا الامان، يعني حكومه منتخبه وبدت الشغل. هاي المحافظات ما صار عين الحكومه عليها، اغلبيه المحافظات تتحدث سماوه باقي محافظات، نيسان، حلة مشاريعها متلكئة، وكانت خدت زارها رئيس الوزراء قبل أيام. نعم. كذلك الناصرية اللي دائما تنتفض وتقول يابا تعال قدمونا خدمات. سويتوا الناصرية وسويتوا المحافظات. الناصرية متضررة. عندما أحكي لك عفوا أستاذ حيدر، أنتم الحكومة صارت مش قلت يمكن سنة ونص تقريبا، الحكومة الحالية. نعم تقريبا سنة ونص. صح، أنا ما أطلب منكم تسوون فتشي هاي يعني ناطحات السحاب وكذا، لكن حكومة، دعم كبير من الإطار التنسيقي اللي شكل بنا الحكومة، كل الوزارات، وانطوا رئيس وزراء صلاحيات كبيرة، انطوا وزارات ثلاثة سيادية إلى، وقال له اشتغل، ودعم حتى إقليم الدولي أيضا. لكن الآن ايش قدمتوا خلال هاي السنة بالمنطق؟ يعني ذقار مدينة الحرف الأول، مدينة العلم والثقافة والرياضة
وخرجت أن خيرة المثقفين وخيرة العلماء ورجالات العراق تعرضت إلى تعسف حتى قبل سنة 2003، ليس أكثر المحافظات متضررة. وأذكر في سنة من السنوات صدر قرار مجلس وزراء باعتبارها محافظة منكوبة، وكان هنالك التوجه وفكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإنشاء صندوق إعمار خاص بهذه المحافظة، وبالتأكيد بالفعل تم التصويت وتم إحالة بحدود 320 مشروع لمرة واحدة، وهذا لأول مرة بالعراق. السبعة؟ نعم، لأول مرة بالعراق تشهد محافظة انطلاق هكذا عدد من المشاريع في كل القطاعات. صار هنالك جلسة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة المشرفة على إعداد التعليمات الخاصة بالصندوق مع الوحدات الإدارية، رؤساء الوحدات الإدارية، وتم تحديد الأولويات شنو القطاعات اللي تحتاجها وشنو هي المشاريع، وتم ترشيح هذه المشاريع وتمت المباشرة لغاية الآن بحدود 180 إلى 185 مشروع تم افتتاحهن، وبقية المشاريع تسير بوتيرة عالية. قريبا ستشهد المحافظة وضع الحجر الأساس لأكبر مدينة طبية بالعراق، راح تحتوي على العديد من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة. مركز الناصرية في مدينة الناصرية الآن في طور الاستشاري وأيضا تنسيق مع وزارة الصحة لوضع المخططات الأساسية لهذا المشروع، وأيضا قريبا سيتم وضع الحجر الأساس لمتحف دولي داخل مدينة أور السياحية. طبعا مدينة أور السياحية هي ملاصقة لمدينة أور الأثرية، كان اهتمام ورعاية اهتمام دولي بمدينة الناصرية بعد زيارة بابا الفاتيكان، كانت رؤية الحكومية أنه أن نهتم بها. الآن مدينة أور السياحية تقريبا المرحلة الأولى انتهت، هنالك مسرح السومري المفتوح ومسرح أور المغلق، إضافة إلى مساحات خضراء وكنيسة وجامع ومركز لحوار الأديان وتبادل الثقافات، أيضا مدن ترفيهية، راح تكون هنالك مجمعات سكنية، راح تكون هنالك يعني مدينة تاريخية حضارية تليق بذي قار وأهل ذي قار، وأيضا ستكون لكل العراق والعراقيين. وأيضا هنالك فكرة لوضع حجر أساس لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي ودراما في هذه المدينة السياحية. إن شاء الله الشهر المقبل سيشهد افتتاح ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية. الآن شارف على الانتهاء، هذا الملعب كان متهالك ومتهرئ، تم هدمه و من الأساس بناء، نعم بناء يعني كان هو بحدود 10 إلى 11 ألف متفرج، الآن راح يصير 20 ألف متفرج. كل محتويات الملعب، التصميم الخارجي عبارة عن حرف سومري، الجدران الداخلية هي هنالك كلمات وحروف سومرية. إن شاء الله الشهرين القادمين احنا نتأمل في شهر حزيران، من أقل من سنة ونصف، هاي يعني بحكومة الأخ السوداني. نعم يعني سنة ونصف كان هنالك العمل. هذا هو واحد من أهم مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كل تفاصيله هي من مناشئ خارجية دولية، إن شاء الله راح يكون صرح رياضي وشبابي ليس لذي قار بل للعراق، يضاف إلى الصروح الشبابية والرياضية. أحسنتم. السماوة أيضا المثنى وصلها هن المثنى وبابل والديوانية وميسان، كان هنالك مشاكل كبيرة، لكن الآن الرؤية الحكومية راح يكون توزيع عادل للمشاريع والبنى التحتية لتنفيذها في هذه المحافظات. أيضا الجهد الخدمي وصل إلى السماوة ووصل إلى الديوانية وأيضا ميسان، وسيصل إلى بقية المحافظات. وأيضا هنالك الصلاحيات الممنوحة للمحافظات لإنشاء المشاريع عبر تنمية الأقاليم، إضافة إلى وجود مشاريع حكومية في هذه المحافظات. صحيح، يعني حتى السؤال هو بامتدادات كبيرة، وهو سؤال إن شاء الله الأخير وجنابك الكريم. أكو رضا نسبي على الحكومة، لأن المواطن العراقي مو سهل جدا. وهذا ما سبب المعاناة اللي عاشها، معاناة والوعود هاي الحكومة راح أسويها قمر أو ربيع، هذا ما شلون نهر مرقة وهكذا أمثال شعبية. شنو السبب الحقيقي وراء هذا التفاؤل النسبي وليس الكلي بالحكومة، الحكومة السودانية؟ الآن أنت هسه في بيتك
اكو مشاكل بالبيت، يعني مثلا هذا الحائط واقع، هذا يراد للصبغ، السقف متشلع ويخر عليه مي وانت تاركه، فاطفالك في البيت راح يشتكون منك، كل ما يشوفوك يشتكون منك. من تبدي تصلح شويه شويه وراح يشوفون اكو شغل، راح يقولوا لك شكرا، يعني راح يرضون عن رب الاسره ولي الامر. الان المواطن بدا يلمس، بدا يشوف على ارض الواقع اكو مشاريع تفتتح، اكو مشاريع يتم وضع الحجر الاساس لها، وهذا مصدر تفاؤل للمواطن. اكيد هنالك تنسيق على المستوى مع كل المؤسسات الحكوميه وايضا مع المحافظات لتنفيذ مشاريع وبنى تحتيه. انا عندما اشوف مشاريع تنجز بوقتها المحدد اكيد راح افرح. بعض المشاريع قبلها طبعا احنا نتحدث بعيدا عن بعيدا عن اي حكومه، احنا نريد المواطن يريد خدمات. انا من اشوف خدمات راح اتشكر من القائم عليها او المشرف عليها. بالتاكيد المواطن بدا يلمس اكو تغيرات، لكن هذا يحتاج الى وقت، وان شاء الله وقت مو كبير جدا حسب نوعيه المشروع. موضوع فك الاختناقات المروريه احنا نحتاج الى نتحمل سنه حتى سنة تردون؟ نتحمل سنه، لان هناك حزمه ثانيه من مشاريع فك الاختناقات. اكو شيء ينجز ايضا ستطلق، يعني احنا قريبا عندنا مجسر تقاطع عدن ومجسر تقاطع الشالشيه قريبا راح ينجز، قريبا ان شاء الله فتره قريبه جدا راح ينجز ويفتتح ويضاف الى بقيه المشاريع المفتتحه. امانه بغداد ايضا بالتوازي مع جهد وزاره الاعمار والاسكان دار الطرق والجسور تعمل على توسعه مئات الاحياء السكنيه في بغداد واكساء. احنا نلاحظ هنالك حمله اعمار كبيره في توسعه طريق القناه وتاهيله، ايضا هنالك حمله ستشمل طريق محمد القاسم نظرا للتخسفات والتكسرات اللي وصلت به، وفي مناطق اخرى ايضا شاهدنا هنالك توسعه، هذه كلها تساعد في فك الاختناقات المروريه. اختنقنا كثيرا ونحتاج الى انه نقطع المسافه بوقت اقل. جيد، احنا ما راح نختنق منكم. لا بالعكس. انتم خير عون لنا بصراحه. شكرا. احنا الماده مالتنا هو حل مشاكل الناس. اكيد نعم. يعني انا لو تحل كل القضايا تجي حكومه حقيقيه تقدم الخدمه، اتنازل عن هذا البرنامج وقت. شوف لنا برنامج رياضي مو تمام؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني اتمنى اتمنى هذه امنيتي امانه. يعني انا اشتغل بهذه البرامج الخدميه تقريبا صار لي 14 سنه، هاي البرامج الخدميه. اتمنى يوم من الايام ان اغلق هاي البرامج الخدميه. اذا كان هناك فعلا عمل حقيقي حوكمه اثبتت الدوائر حل مشاكل الناس، المسؤول ما يغلق بابه مفتوح. بس احنا تحدثنا قبل ان ندخل البرنامج هناك بعض الوزارات غلقت ابوابها امام الاعلام كيف ما يكون امام الناس، وهذا الاعلام واجهه، مسؤوليتكم استاذ حيدر. وهذه دعوه لوسائل الاعلام الوطنيه المحليه الرصينه، كل وسائل الاعلام اللي عندنا هي محل فخر واعتزاز، وابوابنا مفتوحه للسلبيات قبل الايجابيات، السلبيات يجب ان تكون بموضوعيه، وايضا بابنا مفتوحه لمرافقتهم خصوصا المشاريع اللي تشرف عليها الامانه العامه، نوديهم وين ما يردون لكي يطلعوا. ايضا قناه الايام رافقتنا الى محافظه البصره، وبرامجكم يعني مبشره الخير. انتم انا ذكرت في بدايه الحلقه ابشر واحنا بخدمتكم، فاكيد قناه الايام متواصله مع المواطن ومتواصله مع كل الوزارات، واحنا مستعدين ايضا نقدم لها الدعم لانجاح مسيرتها الخدميه اللي تخدم المواطنين. انتم لو ما عندكم حركه احنا ما نقدر نوصل، مش نطلع. واحد مكمل الاخر. احسنت، وهذا الهدف. شكرا جزيلا استاذ حيدر مجيد، امانه الرجل اللي متعاون جدا جدا جدا. شكرا. معانا كاعلام بشكل عام فضاء الاعلام، دائما مشادك في اغلبيه الفضائيات. وايضا متعاون بشكل خاص مع قناه الايام، وهذا التكامل الحقيقي ما بين الجهد الحكومي وما بين وسائل الاعلام. شكرا مره لك. شكرا لحضرتك حبيبي استاذ حيدر المجيد المتحدث باسم الاعلام الحكومي. مشاهدينا الكرام، اتمنى ان تكون وفقنا بتقديم خدمه او اعلان عن الخدمات الحكوميه، وخاصه تحدث استاذ حيدر عن
موقع أو 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 خدمة أور، هذه الخدمة الكبيرة اللي ممكن تحقق لك أو تقلل بعض الشيء من المصاعب أو الجهد أثناء مراجعة دار الدولة. مشاهدين الكرام، تقبل تحيات كادر البرنامج وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.